القوم فيه، ويأخذ الإنسان منه على حسب زمنه وحاجته. فهو كتاب واحد، ولكنه مع ذلك لا يقاس بكتاب، وله مفهوم محدد ما بين قطعي الثبوت وظني الدلالة، ولكنه كتاب يتسع لمفاهيم البشر العقلاء قاطبة، فهو كتاب بعدد البشر. وهذا دليل الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم وتحديه لكل البشر، فهو كتاب واحد ويتعدد بتعدد الإنسان بفهمه وعقله. لذلك لا يستطيع إنسان واحد أن يحيط بفهمه كما أراده الله تبارك وتعالى وكما أنزله عدا النبي عليه الصلاة والسلام. لذا كل من فسره ووقف على ألفاظه ومعانيه ما تخطى فهمه أكثر من الشواطئ، فكلهم نهلوا منه وكلهم وقفوا في رحابه، ولكنهم في ظلاله وما استطاعوا أن يغوصوا في لججه وبحوره. فهو كتاب كل إنسان، ولا يشبه الإنسان الإنسان، لا يشبه إنسان إنسانا آخر. وبقوة نبراس كل عالم ومصباحه يكون فهمه، وبقوة عقله وملكته يحلق في معانيه. فهذا الكتاب بعدد مجموع الإنسان. لذلك ترى الكلمة الواحدة منه يكون لها معان مختلفة، ويكون للآية الواحدة أعاريب شتى، بل الحرف الواحد تختلف معانيه. ومن هنا جاء اختلاف الفقهاء والمفسرين في تفسيرهم، والفقهاء في أحكامهم، وكلهم يحتج بكتاب الله وبكلام الله ولم يخرجوا عنه، جميعهم أخذ من كتاب الله، ولكن المفاهيم تغيرت بتغير العقول ولم يخرجوا عن ناموس الشريعة وقانونها التي رسمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للناس. فاختلاف المفسرين في تفسيرهم، والفقهاء في استنباطاتهم، والنحويين في توجيه إعرابهم، واختلافهم هذا ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. لذلك كان من سمات الشريعة ومن طابعها الأعظم السماحة ورفع الحرج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والقرآن محيط وليس محاط به، لذلك كثرت الكتب والأساليب
وبقي الناس على شواطئ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نقدر وبما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا دليل الوحدانية، لا يشبه إنسان إنسانا آخر، ولا تشبه حبة حب ولا تشبه حبة حنطة حبة حنطة أخرى، ولا يشبه عقل عقلا آخر. وباختلاف العقول والبصائر اختلفت المعاني والسبل، لذلك كان القرآن معجزا، وكان القرآن مهيمنا ومسيطرا ومناسبا لكل زمان ومكان، فلذلك كان هو الدليل الأول عند النحاة، وهو يعتبر أقوى دليل، لأن العبرة بقوة الدليل لا بكثرة الدليل. هذا، وسنرجو إلى جلسة أخرى الكلام على الشاهد الثاني، وهو الحديث النبوي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.